الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلى الله عليه وعلى كل النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، ورضي الله عن كل الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور هذا المجلس الذي هو مجلس وعظ وتذكير، هذا المجلس الذي لعلنا فيه نسمع فنتعظ ونعتبر ونتفكر ونتدبر، فنستعد للموت، للقبر، للسؤال، للحساب، لعرض الأعمال، فقلوبنا قست وهي بحاجة لأن تلين، فلعلنا نسمع في هذه الكلمات التي ستقرأ عليكم ما يحرك القلوب، ما يحرك القلوب إلى التوبة والندم والإقبال إلى طاعة الله عز وجل، والرجوع عن المعصية إلى التوبة، إلى الخشوع، إلى محاسبة النفس، إلى الاستعداد قبل فوات الأوان. إن شاء الله تعالى هو مجلس تذكير من عبارات وكلمات بعض الأئمة الكبار الذين لهم خبرة واسعة وقلب ولسان وفكر نير وصافي. هذه الموعظة التي نحتاج إليها، نذكركم ونذكر أنفسنا بإخلاص النية لله تعالى، ولن يكون مجلس شرح لهذه الرسالة، إنما قد نعلق على بعض العبارات، وفي آخر هذا المجلس إن شاء الله تعالى نختم بالدعاء لنا ولكم وللمسلمين. تفضل. بسندكم رضي الله عنكم إلى المصنف رحمه الله، يقول: الحمد لله الواحد القهار، نذكر له المصنف الحارث المحاسب، هذا من كبار الأئمة الأولياء الصلحاء. الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار الكبير المتعال. الجبار من أسماء الله هو مدح لله عز وجل، أما إذا قيل في الإنسان جبار فهذا ذم للإنسان، أما في حق الله فهو مدح وتعظيم، وهو الذي جبر مفاقر الخلق. نعم. الذي جعلنا للبلوى والاختبار، وأعد لنا الجنة والنار، فعظم لذلك الخطر. يعني هيأ الجنة والنار، الجنة لمن يستحق والنار لمن يستحق، وطال لذلك الحزن لمن عقل والذكر حتى يعلم أين المصير وأين المستقر. الذكر يعني تفكر، تدبر، تأمل. لأنه قد عصى الرب وخالف المولى، وأصبح وأمسى بين الغضب والرضا، لا يدري أيهما قد حل ووقع له، فعظم لذلك غمه، وطال لذلك حزنه، واشتد كربه حتى يعلم كيف عند الله حاله. فإلى الله فارغب في التوفيق، وإياه فسل العفو عن الذنوب، وبه فاستعن في كل الأمور. فعجبت كيف تقض عينك، أو كيف يزايل الوجل والإشفاق قلبك، وقد عصيت ربك، واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه. استوجبت يعني صرت مستحقا لذلك، وليس واجبا على الله أن يعاقبك، إنما إن عاقبنا فبعدله، وإن أثابنا فبفضله، كذلك لا يجب عليه أن يثيب الطائعين. والموت لا محالة نازل بك،
بكربه وغصصه ونزعه وسكراته، فكأنك قد نزل بك وشيكا سريعا، فتوهم نفسك وقد صرعت للموت صرعة. توهم يعني تخيل، تصور نفسك وأنت في سكرات الموت. فتوهم نفسك وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك. فتوهم نفسك في نزع الموت وكربه وغصصه وسكراته وغمه وقلقه، وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك، فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك، ثم تدارك الجذب واستحث النزع، وجذبت الروح من جميع بدنك، فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك، حتى إذا بلغ منك الكرب منتهاه. أن الروح عندما يبدأ الملك في معالجتها لإخراجها تبدأ من أصابع الرجلين وصعودا إلى أن تخرج من اليافوخ. حتى إذا بلغ منك الكرب منتهاه وعمت آلام الموت جميع جسمك، وقلبك وجل محزون مرتقب منتظر للبشرى من الله عز وجل بالغضب أو الرضا، وقد علمت أنه لا محيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك، فبين أنت في كربك وغمومك وألم الموت بسكراته وشدة حزنك لارتقابك إحدى البشريين من ربك، إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو بأقبحها، ونظرت إليه مادا يده إلى فيك. معناه قد ترى الملك فتفرح وتزداد أنسا، لأنه يبشرك برضا الله، برحمة الله، برضوان الله. وأما إذا كان الإنسان يحتضر وهو كافر، فيرى الملك بهيئة مرعبة مخيفة، ليس ذما للملك هذا، ليس تقبيحا للملك حاشا، إنما معناه الهيئة التي يراه فيها الكافر تكون مرعبة مفزعة. ونظرت إليه مادا يده إلى فيك ليخرج روحك من بدنك، فذلت نفسك لما عاينت ذلك، وعاينت وجه ملك الموت، وتعلق قلبك بماذا يفجأك من البشرى، منه إذا سمعت صوته بنغمته: أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه، أو أبشر يا عدو الله بغضبه وعقابه، فتستيقن حينئذ بنجاتك وفوزك، ويستقر الأمر في قلبك، فتطمئن نفسك أو تستيقن بعطبك وهلاكك، ويحل الإياس قلبك، وينقطع رجاؤك وأملك، فيلزم حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والسرور قلبك، حين انقضت من الدنيا مدتك، وانقطع منها أثرك، وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك، فتوهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورا، أو ملئ حزنا وعبره بفترة القبر وهول مطلعه وروعة الملكين وسؤالهما فيه عن إيمانك بربك، فمثبت من الله جل ثناؤه بالقول الثابت أو متحير مخذول، فتوهم أصواتهما حين يناديانك لتجلس لسؤالهما إياك، ليوقفاك على مساءلتهما، فتوهم جلستك في ضيق لحدك وقد سقطت أكفانك على حقويك، والقطنة من عينيك عند قدميك، فتوهم ذلك، ثم شخوصك ببصرك إلى صورتهما وعظم أجسامهما، فتوهم أصواتهما وكلامهما بنغماتهما وسؤالهما، ثم هو تثبيت الله إياك إن ثبتك، أو تحييره إن خذلك، فتوهم جوابك باليقين أو بالتحير أو بالتلديد، وتوهم إقبالهما عليك إن ثبتك الله عز وجل بالسرور، وإقبالهما عليك بالقول
وأنت تنظر إلى ما صرف الله عنك فيزداد لذلك قلبك سرورا وفرحا. ثم توهم انفراج قبرك عن الجنة بزينتها ونعيمها وقولهما لك: يا عبد الله انظر إلى ما أعد الله لك، فهذا منزلك وهذا مصيرك. فتوهم سرور قلبك وفرحك بما عاينت من نعيم الجنان وبهجة ملكها، وعلمك أنك صائر إلى ما عاينت من نعيمها وحسن بهجتها. وإن تكن الأخرى فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك ومن معاينتك الجنة وقولهما لك: انظر إلى ما حرمك الله عز وجل، ومعاينتك النار وقولهما لك: انظر إلى ما أعد الله لك، فهذا منزلك ومصيرك. فأعظم بهذا خطرا وأعظم به عليك في الدنيا غما وحزنا، حتى تعلم أي الحالتين في القبر حالك، ثم الفناء والبلا بعد ذلك، حتى تنقطع الأوصال فتفنى عظامك ويبلى بدنك، ولا يبلى حزن البشرى أو الفرح من روحك، متطلع للقيام عند النشور إلى غضب الله عز وجل وعقابه، أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه. وأنت مع توقع ذلك معروضة روحك على منزلك من الجنة أو مأواك من النار. فيا حسرات روحك وغمومها، ويا غبطتها وسرورها. حتى إذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسماء، فصاروا خامدين بعد حركاتهم، فلا حس يسمع ولا شخص يرى، وقد بقي الجبار كما لم يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله. ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي من الملائكة لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل. العرض على الله يعني للسؤال والحساب، ليس معناه أن الله يكون مخالطا للعباد في أرض القيامة، حاشا لله. بالذل والصغار منك ومنهم، أو بالشرف والعز والنعيم. فتوهم كيف وقع الصوت في مسامعك وعقلك، وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى. الصوت يعني صوت الملك الذي ينادي للسؤال والعرض والحساب. فأحيانا الملائكة يضربون الكفار في بعض المواقف ويعذبونهم. فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء، لأنها صيحة واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء، أي على حسابه. فبين أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض على عن رأسك، فوثبت مغبرا من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك، قائما على قدميك شاخصا ببصرك نحو النداء، وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة من الأرض التي طال فيها بلاؤهم. فتوهم ثورتهم بأجمعهم، وتوهم نفسك إن كنت من العصاة بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك. كل منا الآن ليتخيل نفسه في هذه المواقف ويسأل نفسه: هل له قدرة، هل له طاقة على تحمل هذه المواقف وهذا العرض وهذا الهول العظيم؟ فيرجع عن المعصية ويتوب إلى الله، ولا يقبل إلى المعاصي التي يقبل إليها الكثير من الناس في هذه الليلة. يحاسب نفسه، يسمع ثم يتخيل نفسه تحت التراب، وكيف يقوم للحساب، وكيف يصير في أرض القيامة. وتوهم إن كنت من العصاة نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق، عراة حفاة وهم صموت، بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة.
فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي، والخلائق مقبلون نحوه نحو جهة الصوت، وأنت فيهم مقبل نحو الصوت ساع بالخشوع والذلة، حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس، قد نزع الملك من مملوك الأرض ولزمتهم ولزم فسقتهم الذلة والصغار، فهم من أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه. ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق، ذليلة ليوم النشور. البهائم والوحوش والحشرات والطيور والأسماك، كل هذا يحشر يوم القيامة، لكن لا تدخل الجنة ولا تدخل النار، هي ليست مكلفة، إنما تحشر إظهارا للعدل. الله يقول وإذا الوحوش حشرت، إظهارا لعدل الله تحشر، ثم بعد أن يقتص من بعضها لبعض تصير ترابا. ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا خطية أصابتها، فتوهم إقبالها بذلها في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور. وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة، حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار. وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه، فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلا واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض، قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور. حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها، واستووا جميعا في موقف العرض والحساب، تناثرت نجوم السماء من فوقهم، وطمست الشمس والقمر، وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها. فبين أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء الدنيا من فوقهم، فدارت بعظامها من فوق رؤوسهم، وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك. ثم انشقت بغلظها 500 عام، فيا هول صوت انشقاقها في سمعك، ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة، والملائكة قيام على أرجائها، وهي حافات ما يتشقق ويتفطر، فما ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمها؟ فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة، كما قال الجليل الكبير: فكانت وردة كالدهان، ويوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن. قال المفسرون: إن المهل هي الفضة المذابة يخالطها صفرة، وإن العهن هو الصوف المنفوش. وقوله وردة كالدهان كلون الفرس الورد. فبين ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض والحساب، وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه والسؤال بين يديه. فتوهم تحبرهم بين يديه، معناه يقومون للحساب وللسؤال وعرض الأعمال، وليس معنى بين يديه أي المقابلة والجهة، فالله ليس كمثله شيء.
فتوهم تحدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول أصواتهم وشدة فرقهم، منكسين لذل العرض على الله عز وجل، كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله ملك ما بين مواقي عينيه إلى آخر شفره مسيرة 100 عام. فتوهمهم وقد تسربلوا، أي الملائكة، بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم، ثم كل شيء على ذلك، وكذلك إلى السماء السابعة، وكل أهل سماء مضعفين بالعدد وعظم الأجسام، وكل أهل سماء محدقين بالخلائق صفا واحدا، حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأراضين السبع كسيت الشمس حرا وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين، ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين، فمن بين مستظل بظل العرش وبين مضحو بحر الشمس قد صهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجها، ثم ازدحمت الأمم وتدافعت فدفع بعضها بعضا وتضايقت فاختلفت الأقدام، وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم أجسامهم، ففاض العرق منهم سائلا حتى استنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان، حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه وبعضهم حقويه وبعضهم إلى شحمة أذنيه، ومنهم من قد كاد أن يغيب في عرقه، ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه، عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، وقال علي مرة: إن الكافر ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام. وعن عبد الله بن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم. وقال علي: من طول القيام أكبر بكثير مما يصيبهم في أرض الموقف، لكن هو من شدة العذاب والهول تجري هذه الكلمة على لسانه. هو يريد أن يخلص من ذلك الموقف، فإن ذهب به الملك إلى جهنم ألقاه في النار، هذا لا يكون راحة له ولا يكون خفف عنه، بل انتقل به إلى ما هو أشد. فتوهم نفسك لكربك وقد علاك العرق وأطبق عليك الغم، وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب، والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء، حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه وطال وقوفهم لا يكلمون ولا ينظرون في أمورهم، فما ظنك بوقوفهم 300 عام لا يأكلون فيه أكلة ولا يشربون فيه شربة ولا يلفح وجوههم روح ولا طيب نسيم، ولا يستريحون من تعب قيامهم ونصب وقوفهم، حتى بلغ الجهد منهم ما لا طاقة لهم به. فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون، كل واحد منهم بنفسه ينادي: نفسي نفسي، فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي، ويؤتى بالنار. فتوهمها وقد أتى جبريل فقال لها: يا جهنم أجيبي. فتوهم اضطرابها وارتعادها بفرقها أن يكون الله عز وجل خلق خلقا يعذبها به. فتوهمها حين اضطربت وفارت ونارت
ونظرت إلى الخلائق من بعد مكانها، فشهقت إليهم وزفرت نحوهم وجذبت خزانها متوثبة على الخلائق غضبا لغضب ربها على من خالف أمره وعصاه. فتوهم صوت زفيرها وشهيقها وترادف قصبتها، وقد امتلأ منه سمعك وارتفع له فؤادك وطار فزعا ورعبا. ففر الخلائق هربا من زفيرها على وجوههم، وذلك يوم التنادي لما سمعوا بدوي زفيرها ولوا مدبرين، وتساقطوا على ركبهم جثاة حول جهنم، فأرسلوا الدموع من أعينهم. فتوهم اجتماع أصوات بكاء الخلائق عند زفيرها وشهيقها، وينادي الظالمون بالويل والثبور. هي جهنم لا تعذب، إنما فيها يعذب الكفار، لكن يحصل لها أحوال عجيبة وغريبة. وجهنم يخرج منها صوت جدا جدا من تغيظها على الكافرين. وليس كل جهنم تأتي وتنتقل من مكانها إلى أرض القيامة، إلى موقف القيامة، لا، إنما هي تبقى في مقرها ومستقرها تحت الأرض السابعة، لكن عنق عظيم ضخم كبير من جهنم الملائكة يأتون به، يقربونه إلى أرض القيامة، إلى الموقف. فإذا رأى ذلك الكفار امتلأوا رعبا، وهذا في معنى قول الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. وهذا ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: يؤتى يومئذ بجهنم ولها ومعها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. تخيلوا مليارات من الملائكة يجرون قطعة عنقا من النار، ويبقى هذا العنق متصل بالنار، فيقربونه إلى أرض القيامة. ومن عظمه وضخامته الكفار ينظرون، يظنون أنه سيقع عليهم، فيمتلئون رعبا وخوفا ولا يموتون. نسأل الله السلامة لنا ولكم. فتوهم أصوات الخلائق: نفسي نفسي وأنت قائلها. فبين أنت مع الخلائق في شدة الأهوال ووجل القلوب، إذ زفرت الثانية، فيزداد رعبك ورعبهم وخوفك وخوفهم. ثم زفرت الثالثة، فتساقط الخلائق لوجوههم وتشخص بأبصارهم، ينظرون من طرف خاشع خفي خوفا أن تلفهم فتأخذهم بحريقها. وانتصفت عند ذلك قلوب الظالمين، ينظرون من طرف خاشع خفي خوفا أن تلفهم فتأخذهم بحريقها. وانتصفت عند ذلك قلوب الظالمين، فبلغت لدى الحناجر كاظمين، فكظموا عليها وقد غصت في حلوقهم. فأقبل الله عز وجل عند ذلك على رسله بالسؤال، وهم أكرم الخلائق عليه وأقربهم إليه، لأنهم الدعاة إلى الله عز وجل. أقبل ليس معناه انتقال، وليس معناه حركة وسكون وصورة وجسم ومكان. قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: ليس كمثله شيء. إنما الله تعالى يسأل الأنبياء إظهارا لشرفهم، ليس تعذيبا للأنبياء، لا، إنما لإظهار شرفهم بين الخلائق في ذلك الموقف، لأنهم الدعاة إلى الله عز وجل والحجة على عباده، وهم أقرب الخلائق إلى الله عز وجل في الموقف، القرب المعنوي، وأكرمهم عليه، فيسألهم إظهارا لشرفهم عما أرسلهم به إلى عباده، وماذا ردوا عليهم من الجواب. وعن مجاهد في قول الله عز وجل: وترى كل أمة جاثية، أي مستوفزين على الركب.
وعن عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يظهر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت. فتوهم نفسك لذلك الخوف والفزع والرعب والغربة والتحير إذا تبرأ منك الولد والوالد والأخ والصاحب والعشائر، وفررت أنت منهم أجمعين، فكيف خذلتهم وخذلوك؟ ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والحفاظ أن تفر من أمك وأبيك وصاحبتك وبنيك وأخيك. هؤلاء الذين كانوا في الدنيا يظلم بعضهم بعضا، بينهم مظالم، يهرب بعضهم من بعض يوم القيامة يخافون. أما الذين كانوا في الدنيا اجتمعوا على طاعة الله وكانوا من الطيبين الأتقياء، لا يهرب بعضهم من بعض، بل يفرح بعضهم ببعض، كما قال الله في القرآن إخبارا عن بشرى التقي عندما يعطى كتابه بيمينه: ها أمقرأوا كتابية. ولكن عظم الخطر واشتد الهول، فلا تلام على فرارك منهم ولا يلامون. ولم تخصهم بالفرار دون الأقرباء لبغضك إياهم، وكيف تبغضهم أو يبغضونك؟ وكيف خصصتهم بالفرار منهم أتبغضهم وإنهم لهم الذين كانوا في الدنيا مؤانسيك وقرة عينك وراحة قلبك؟ ولكن خشيت أن يكون لأحد عندك منهم تبعة فيتعلق بك حتى يخاصمك عند ربك عز وجل، ثم لعله أن يحكم له عليك فيأخذ منك ما ترجو أن تنجو به من حسناتك فيفرقك منها فتصير بذلك إلى النار. فبينما أنت في ذلك إذا ارتفعت عنق من النار فنطقت بلسان فصيح بمن وكلت بأخذهم من الخلائق بغير حساب، ثم أقبل ذلك العنق فيلقطهم لقط الطير الحب، ثم انطوت عليهم فألقتهم في النار فابتلعتهم، ثم خنست بهم في جهنم. فيفعل ذلك بهم ثم ينادي مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، ليقم الحمادون لله على كل حال، فيقومون فيسرحون إلى الجنة. ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل، ثم بمن لم يشغله تجارة الدنيا ولا بيعها عن ذكر مولاه أي طاعته. فتوهم الميزان بعظمه منصوبا، وتوهم الكتب المتطايرة، وقلبك واجف متوقع. أين يقع كتابك؟ في يمينك أو في شمالك؟ فبين أنت واقف مع الخلائق إذ نظرت إلى الملك وقد أمر أن يحضر بالزبانية، فأقبلوا بأيديهم مقامع من حديد وعليهم ثياب من نار. فلما رأيتهم فهبتهم، طار قلبك فزعا ورعبا. فبين أنت كذلك إذ نودي باسمك فنوديت على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين: أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله عز وجل، وقد وكل الملائكة بأخذك حتى يقربوك إلى ربك. فلم يمنعها اشتباه الأسماء باسمك أن تعرفك لما يرى بك أنك المراد بالدعاء المطلوب. فتوهم حين وقفت بالاضطراب والارتعاد يرعد قلبك، وتوهم مباشرة أيديهم على عضديك وغرض أكفهم حين أخذوك، فتوهم نفسك محسوسة في أيديهم، وتوهم تخطيك الصفوف طائر فؤادك متخلع قلبك، فتوهم نفسك في أيديهم كذلك حتى انتهوا بك إلى موقف السؤال.
فوقفت بين يدي رب عظيم جليل كبير كريم. عظيم يعني أعظم من كل شيء قدرا، وأكبر من كل كبير قدرا وعظمة وشأنا وليس حجما. فالإنسان سيسأل ويحاسب يوم القيامة، الله يحاسبه ويسأله، والله تعالى لا تخفى عليه خافية. بقلب خافق محزون، وجل مرعوب، وطرف خائف خاشع ذليل، ولون متغير، وجوارح مرتعدة مضطربة كالحمل الصغير حين تلده أمه، ترتعد بيدك صحيفة محبرة لا تغادر بلية كسبتها ولا مخبأة أسررتها، فقرأت ما فيها بلسان كليل وحجة ضاحدة وقلب منكسر، فكم لك من حظ وخجل وجبن من المولى الذي لم يزل إليك محسنا وعليك ساترا. فبأي لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك؟ وبأي قدم تقف غدا بين يديه؟ وبأي نظر تنظر إليه؟ وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم الجليل ومساءلته وتوبيخه؟ الله يرى في القيامة، يراه المؤمن وهو في الجنة، لكن بلا جهة ولا مقابلة، كما قال أبو حنيفة: تحيتهم يوم يلقونه سلام، يرونه كما عرفوه في الدنيا ليس كمثله شيء، بلا جهة ولا صورة ولا حجم ولا هيئة ولا مقابلة، لأنه لا يتغير عما كان، ليس كمثله شيء. فتوهم نفسك بصغر جسمك وارتعاد جوارحك وخفقان قلبك، وقد سمعت كلامه بتذكير ذنوبك وإظهار مساوئك وتوقيفك وتقريرك بمخبآتك، فتوهم نفسك بهذه الهيئة والأهوال بك محدقة من خلفك، فكم من بلية قد نسيتها قد ذكركها، وكم من سريرة قد كنت كتمتها قد أظهرها وأبداها، وكم من عمل قد ظننت أنه قد خلص لك وسلم بالغفلة منك إلى ميل الهوى عما يفسده قد رده في ذلك الموقف عليك وأحبطه بعدما كان تأملك فيه عظيما. فيا حسرات قلبك وتأسفك على ما فرطت في طاعة ربك، حتى إذا كبر عليك السؤال بذكر كل بلية ونشر كل مخبأة فأجهدك الكرب وبلغ منك الحياء منتهاه، لأنه الملك الأعلى، فلا حياء يكون من أحد أعظم من الحياء منه. الأعلى علو القدر والعظمة، كما نقول سبحان ربي الأعلى، أعلى من كل شيء قدرا. يقول: لأنه القديم الأول الباقي الذي ليس له مثل، المحسن المتعطف المتحنن الكريم، الجواد المنعم المتطول أي المتفضل. المتعطف والحنان هنا بمعنى الرحمن، بمعنى الرحيم. فما ظنك بسؤال من هو هكذا وقد أبان عن مخالفتك إياه وقلة هيبتك له وحيائك منه ومبارزتك له؟ فما ظنك بتذكيره إياك مخالفته وقلة اكترافك في الدنيا بالطاعة له بألطافه عليك؟ يقول لك: يا عبدي، ألم أحسن إليك؟ ألم أنعم عليك؟ ما غرك مني؟ شبابك فيما أبليته، وعمرك فيما أفنيته، ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعلمك. ليتدبر بهذه المعاني الناس هذه الليلة، أين يصرفون الأموال؟ على الزنا والخمر والفسق والفجور والقمار، على الكاهن والساحر والعراف، على الفسوق والفجور. كل منا ليتأمل، ليتخيل نفسه في هذه المواقف العظيمة المرعبة المخيفة. وعلمك ماذا عملت فيه؟ وقال: قال سمعت عدي بن حاتم قال:
شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث له: ليقفن أحدكم بين يدي الله تبارك وتعالى ليس بينه وبينه حجاب يحجبه، ولا بينه وبينه ترجمان يترجم عنه، فيقول: ألم أوتك مالا؟ فيقولن بلى. فيقول: ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقولن بلى. ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. فليتق آلام النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. يسمعون كلام الله الذي ليس ككلام المخلوقين بلا حرف ولا صوت ولا لغة، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال. كلام الله ليس مبتدأ ومختتما كما كلام الخلق، حاشا لله، إنما هو لا يشبه كلام المخلوقين. وأنت يا ابن آدم بين خطرين عظيمين: إما أن يتلقاك برحمته ويتطول عليك بجوده، أي يتفضل، وإما أن يناقشك الحساب أي يشدد عليك فيأمر بك إلى الهاوية وبئس المصير. عن مجاهد أنه قال: لا يزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن أربع خصال، من موقف السؤال والحساب، عن عمره فيما أفناه، وعن عمله ما عمل فيه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا تبالغ فيك الجهد من الغم والحزن والحياء بدا لك منه أحد الأمرين: الغضب أو الرضا عنك والحب لك. فإما أن يقول: يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فقد غفرت لك كبير جرمك وكثير سيئاتك وتقبلت منك يسير إحسانك، فيستطير بالسرور والفرح قلبك فيشرق لذلك وجهك. فتوهم نفسك حين يقال لك ذلك، فابتدأ إشراق السرور ونوره في وجهك بعد كآبته وتكسفه من الحياء من السؤال والحصر من ذكر مساوئ فعلك، فاستبدلت بالكآبة والحزن سرورا في قلبك، فأسفر وجهك وابيض لونك، فتوهم رضاه عنك حين سمعته منه، فثار في قلبك فامتلأ سرورا. فأي سرور أعظم من السرور والفرح برضا الله عز وجل؟ فوالله تعالى لو أنك مت فرحا في الدنيا حين توهمت رضاه في الآخرة لكنت بذلك حريا. فكيف أن لو قد سمعت من الله عز وجل الرضا عنك والمغفرة لك، فأمن خوفك وسكن حذرك وتحقق أملك ورجاؤك بخلود الأبد، وأيقنت بفوزك ونعيمك أبدا لا يفنى ولا يبيد بغير تنقيص ولا تكذيب. فتوهم نفسك بين يدي الله عز وجل وقد بدا لك منه الرضا، وطار قلبك فرحا وابيض وجهك وأشرق وأنار وأحال عن خلقته، فصار وجهك كأنه القمر ليلة البدر. ثم خرجت على الخلائق مسرورا بوجه محبور قد حل به أكمل الجمال والحسن، يسطع نورا مشرقا بتلألؤه، تتخطاهم بالجمال والحسن والنور والضياء. كتابك بيمينك، ملك ينادي على رؤوس الخلائق: هذا فلان ابن فلان، سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، فهذا أحد الأمرين الذي أنت بينهما على خطر. اللهم اجعلنا من أولئك الذين يبشرهم الملك، واجعلنا ممن رضيت عنهم، واجعلنا ممن تختم لهم بالتقى والهدى والصلاح. اللهم ثبتنا على دينك،
اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم أصلحنا باطنا وظاهرا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم تب علينا واختم لنا بالتقى، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله. اللهم لا طاقة لنا بعذاب الدنيا، فأجرنا من عذاب القبر ومن أهوال القيامة ومن عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار، واجعلنا على منابر من نور يا رب العالمين، وأدخلنا الفردوس الأعلى، واجعلنا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما عمدنا وما أخطأنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت، ممن يقال لهم عند الموت أبشر برحمة الله ورضوانه. اللهم اجعلنا في الناجين، اللهم اجعلنا في الآمنين، اللهم اجعلنا في السعداء، اللهم اجعلنا في الفرحين. اللهم افسح لنا في قبورنا واملأها علينا بأنوار وأعطار الجنة يا أرحم الراحمين. اجعلنا ممن يرون مقعدهم من الجنة وهم في قبورهم. اللهم اختم لنا بالتقوى والصلاح، واجعلنا من أوليائك ومن أحبابك يا رب العالمين. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهدنا واهد أحفادنا، واغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولأهلنا وللمؤمنين والمؤمنات، وأنبت أولادنا نباتا حسنا. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من الصالحين. اللهم انصر بنا دينك يا رب العالمين، وامحق بنا الضلالة يا أكرم الأكرمين. اللهم أحينا على السنة، وأمتنا وابعثنا عليها، وأحينا حياة طيبة، وأمتنا ميتة نقية. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والغلاء وشر الأعداء. اللهم الطف بالمسلمين في كل البقاع والأصقاع. اللهم احقن دماء المسلمين في السودان، في العراق، في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل أرض وبلد. اللهم احقن دماء المسلمين في كل أرض وبلد، وفرج عنهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا المسلمين، واشفنا واشف مرضانا المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأكرمنا برؤية نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم نجنا مما ينزل في هذه الليلة من البلاء. اللهم اصرف عنا ما ينزل في هذه الليلة من المخاطر والبلايا والمصائب، والطب بالمسلمين يا رب العالمين. اللهم ألهمنا التوبة، وألهمنا التقوى، وألهمنا الصلاح. اللهم نجنا من شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن ظلم الكفار،
اللهم ارمي الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم آمنين، غانمين، سالمين، مؤيدين، محفوظين، منتصرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا السوء فخذه عنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أرادنا بالسوء فأرنا فيه آثار قدرتك يا رب العالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين، وارحم مشايخنا، وارحم أهلنا المسلمين، وارحمنا وارحم أولادنا، وارحمنا وارحم أحبتنا. اللهم انصر دعوتنا، اللهم أيد جماعتنا، اللهم أيد المسلمين، وارفع وعل راية هذا الدين. اللهم فرج عن المسلمين في كل أرض وبلد يا رب العالمين، وأعط الحاضرين معنا ها هنا وفي مواقعنا ما يرجونه من الخيرات. وفق الذين يطلبون الدعاء منا، يسر لنا ولهم الخير، احفظنا واحفظهم يا رب العالمين، اجمع لنا ولهم ما نرجو من البركات والتقوى والعلم والصلاح والنجاح والفلاح يا الله. اللهم إنا نسألك لنا ولهم ما فيه نجاتنا، واجعلنا وإياهم من المرضيين عندك. اللهم من طلب منا الدعاء، أو كتب يطلب الدعاء، أو أرسل يطلب الدعاء، وفقهم لكل خير، وأعطهم ما يرجون من الخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جماعتنا، وانصر جمعيتنا، وانصر دعوتنا، وانصر أحبتنا، وانصر إخواننا، وانصر المسلمين والمسلمات في كل أرض وبلد يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا في هذه الليلة، ونجنا في هذه الليلة وفي كل ليلة، ونجنا في الدنيا، ونجنا في القبور، ونجنا يوم العرض عليك، ونجنا في مواقف القيامة، ونجنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. اللهم أكرمنا برؤية وجه نبيك المختار عليه الصلاة والسلام، وانفعنا ببركاته، وثبتنا على حبه ونهجه وسنته وهديه يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نسألك أن تحقق لنا ما رجونا، ما طلبنا، ما سألنا، بحق اسمك العظيم الأعظم وبحرمة القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.